اهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام، لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح. هنبتدي دلوقتي اولى فقراتنا الحواريه، واللي هنتكلم فيها عن منافسات بطوله كاس العالم للكره الطائره اللي انطلقت يوم 9 سبتمبر الاحد الماضي في كل من ايطاليا وبلغاريا، وبيشارك فيها المنتخب المصري في المجموعه الثانيه اللي بتضم كل من البرازيل وفرنسا وكندا والصين وهولندا، بالاضافه الى المنتخب المصري. مع الاسف المنتخب المصري حتى الآن لعب ثلاث مباريات، خسر في الثلاثة 3-0، خسر أمام البرازيل وأمام كندا، وامبارح خسر أمام فرنسا برضو 3-0، فضلوا مباراتين، مباراته القادمة مع الصين ثم هولندا. هنتعرف على فرص وصعود وفرص المنتخب المصري في الصعود إلى الدور التالي، خصوصا أن كل مجموعة بيصعد منها الأربعة الأوائل. بيشرفنا الحديث أكثر عن هذه البطولة ومشاركة مصر وحظوظه في التأهل أن يكون معنا الأستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي. أستاذ شادي صباح الخير وأهلا بك. صباح الخير وأهلا بحضرتك أستاذ شهاب. اسمح لنا أستاذ شادي ومشاهدينا الكرام نتابع أولا هذا التقرير ثم نعود لنبدأ النقاش. في منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال خسر المنتخب المصري مباراته أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 3-0 والتي أقيمت بينهما ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بالبطولة، وجاءت نتائج الأشواط كالآتي 22-25 23-25 19-25، وتعد هذه هي الهزيمة الثالثة التي يمنى بها المنتخب الوطني في البطولة بعد هزيمتين أمام منتخبي البرازيل وكندا بنفس النتيجة. ويحصل منتخب مصر على راحة اليوم السبت ثم يواجه الصين غدا الأحد، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة هولندا الاثنين المقبل. ويشارك المنتخب المصري في البطولة عقب حصوله على وصافة البطولة الأفريقية والتي أقيمت في القاهرة أكتوبر 2017 بالخسارة أمام تونس في النهائية ليتأهل نسور قرطاج والفراعنة إضافة للكاميرون لتمثيل القارة السمراء بالمحفل العالمي الكبير. نتكلم أكثر عن هذه البطولة وأيضا فرص المنتخب المصري في الصعود وتحقيقه نتائج طيبة في المباراتين القادمتين مع الأستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي. أهلا بك مرة ثانية أستاذ شادي. أولا قبل ما نتكلم عن أداء المنتخب المصري في المباريات السابقة والمباراتين اللي جايين، عايزين نتكلم أولا عن هذه البطولة، هي المفروض في دورتها 19، عايزين نعرف ايه ابرز الفرق اللي موجوده في هذه البطوله، ونتعرف برضو على كل مجموعه وابرز الفرق المرشحه على ضوء النتائج السابقه للتاهل في الادوار القادمه. في البدايه زي ما حضرتك اوضحت دي النسخه 19 من البطوله، للمره الاولى بتقام بين دولتين ايطاليا وبلغاريا في 9 مدن مختلفه بين الدولتين. 24 منتخب بيشارك في البطوله، 21 فريق تم تاهلهم عن طريق التصفيات القاريه اضافه الى ايطاليا وبلغاريا المنظمتين، والمنتخب البولندي حامل اللقب. البطوله ال 24 منتخب تم تقسيمهم على 4 مجموعات، كل مجموعه بتضم 6 منتخبات، ده في الدور الاول. هيصعد الاربعه الاوائل من كل مجموعه للدور الثاني، 16 منتخب هيتم تقسيمهم مره اخرى الى 4 مجموعات، كل مجموعه فيها 4 منتخبات، وبالتالي كل منتخب او كل فريق هيلعب 3 مباريات. نتائج الفريق في الدور الاول والدور الثاني هيتم تجمعهم وتصنيف المنتخبات من الاول للرابع على ان يصعد الاول والثاني والثالث للرابع مع افضل 2 ثواني للمرحله الثالثه من البطوله. المرحله الثالثه هيتم تقسيم الست فرق لمجموعتين، والاول والثاني والاول والثاني وصلوا للدور قبل النهائي، والفائزين هيلعبوا على نهائي البطوله. ابرز المنتخبات طبعا المنتخب البولندي هو حامل اللقب، المنتخب البرازيلي الوصيف والفائز باللقب 3 مرات متتاليه 2002 و2006 و2010، والمنتخب الالماني، المنتخب الفرنسي رابع النسخه الماضيه، والمنتخب الروسي، المنتخب السربي، طبعا المنتخب الايطالي بيسعى لتحسين نتائجه عن النسخه الماضيه، فبالتالي البطوله قويه جدا. المشاركه الافريقيه بتشهد الى جانب مصر تونس
بطل البطولة الأفريقية الأخيرة اللي اتلعبت في القاهرة في 2017، إضافة لمنتخب الكاميرون الثالث أو صاحب الميدالية البرونزية، والحظ أوقع المنتخب التونسي والمنتخب الكاميروني في مجموعة واحدة، المجموعة الثالثة. والمنتخب التونسي الجميع كان توقع اللي هو يؤدي أداء قوي ويبقى عنده فرصة اللي هو ينافس على الصعود للدور الثاني، لكن بداية البطولة المنتخب التونسي كانت غير جيدة وخسر أمام المنتخب الكاميروني. المنتخب المصري زي ما حضرتك اوضحت، قبل ما نتكلم بقى ونخش على يعني اداء المنتخب المصري عشان هنتحدث به في باستفاضه اكتر، عايزين نتعرف يعني هل البطوله دي بيشارك فيها فريقين عربيين فقط اللي هو مصر وتونس، ولا في فرق عربيه من اسيا؟ لا، المنتخب التونسي والمنتخب المصري هم الفريقين العربيان الوحيدين اللي بيشاركوا في البطوله، ودي المشاركه التاسعه لكلا الفريقين. المنتخب التونسي والمنتخب المصري زي ما احنا عارفين يعني هم أسياد القارة في كرة الطائرة، أسياد القارة السمراء، ومع الأسف من الجانب الأسيوي ما فيش أي فريق عربي بيمثل آسيا في البطولة. طيب قبل ما ندخل بقى على هذه البطولة وأداء المنتخب المصري، عايزين نعرف كيف استعد المنتخب المصري للكرة الطائرة لهذه البطولة قبل بدايتها بفترة. زي ما احنا عارفين ان المنتخب المصري كان بيقوده فنيا في البطولة الأفريقية جهاز فني بقيادة البرازيلي ماركوس ميراندا ومساعده كابتن حسن الحصري. بعد البطولة وخسارة اللقب بهزيمة بثلاثة أشواط نظيفة أمام المنتخب التونسي على أرض مصر، تم إقالة الجهاز أو خلاص عقده انتهى. تم تعيين الكابتن محمد مصلحي أو ميدو المدير الفني الأساسي للنادي الأهلي في شهر 4 الماضي كمدير فني للفريق الأول. ميدو استعد مع الفريق للبطولة، بداية كان في دورة البحر الأبيض المتوسط، المنتخب سافر وشارك وكان في شوية مشاكل أصلا قبل مشاركة الفريق، وشارك وليس بالقوام الأساسي مع بعض اللاعبين مش هنقول الاحتياطيين لا الشباب، وحصل المنتخب على المركز الرابع. قبل السفر للبطولة أقام المنتخب معسكر داخلي في المركز الأولمبي في المعادي، وخاض 4 مباريات مع المنتخب الأسترالي، وسافر لبلغاريا. زي ما احنا عارفين المنتخب المصري بيلعب مبارياته في مدينة روس البلغارية. سافر قبل البطولة بعشرة أيام وأقام تدريباته مع بعض المباريات الودية. مجموع المباريات اللي خدهم المنتخب المصري استعدادا للبطولة 10 مباريات. في بعض مش هنتكلم على الإصابات دلوقتي أو على الحالة الفنية لما نتطرق لمباريات مصر في المجموعة، لكن استعداد مش حاضر أقول لك قوي جدا، لكن المتوسط أو اللي هو المتوسط الطبيعي. بسبب يعني عدد الفرق اللي لعبها وعدد المباريات، ولا طبيعة ومستويات الفرق اللي واجهها؟ طبيعة ومستويات الفرق اللي واجهها المنتخب المصري. أنت بتستعد لبطولة عالم، ما فيش حد بيستعد لبطولة عالم قبلها بخمس شهور أو بستة شهور. الاستعداد بيتم قبلها بسنتين ثلاثة من وقت ما انت بتبتدي التصفيات عشان تتأهل. بطولة كأس العالم بتكون كل 4 سنين في كل الطائرة، كل 4 سنوات. تمام. طيب عايزين بقى نخش على المباريات الثلاثة اللي لعبها المنتخب، وخلينا نبتدي بأول مباراة اللي هي مباراة المنتخب مع البرازيل، كانت مباراته الافتتاحية. حضرتك شفت أداء المنتخب ازاي؟ ايه سبب ان احنا خسرنا في 3 جولات 3-0؟ خلينا نتكلم ان جدول مباريات المنتخب المصري في البطوله يعني كان جيد. انت لما تبتدي البطوله في رهبه للبطوله في البدايات، لما تبتدي مع المنتخبات القويه وتبتدي في الاخر تبتدي خلاص انت دخلت جوه جو البطوله واخدت على الصاله واخدت على الجماهير واخدت على الاستعدادات والاجواء وتبتدي تلعب مع المنتخبات اللي في المتناول، ده انا شايفه اللي هو ده بيبقى احسن من لما تبتدي مع منتخبات المنتخب الضعيف في مجموعتك. يعني المنتخب التونسي لما بدا مع المنتخب الكاميروني خسر المباراه، فبالتالي اضاع امله في التاهل للدور الثاني. المنتخب المصري اول مباراه المنتخب البرازيلي زي ما احنا قلنا وصيف النسخه الماضيه بطل اولمبياد ريو، وصل للنهائي 4 مباريات متتاليه 2002 و2006 و2010 و2014، فبالتالي المنتخب البرازيلي مصنف الاول عالميا في اخر تصنيف اللي كان في يوليو 2017، فبالتالي المنتخب البرازيلي هو اقوى منتخب في المجموعه. رهبه البدايات كانت باينه جدا على المنتخب المصري في الشوط الاول، والمنتخب البرازيلي كان مسيطر ومهيمن، لكن مع النقاط الاخيره للشوط ابتدى المنتخب المصري يجمع لعبه. ابتدى احمد صلاح يفوق في ضربات الساحقه، عبد الله عبد السلام ابتدى ينوع في التشكيلات الهجوميه في الاعداد، وعبه ومحمد عادل، وابتدى الفريق يلم نفسه مع نهايه الشوط الاول. في الشوط الثاني اداء يعني ند بند مع منتخب البرازيل للمنتخب المصري، وتألق غير عادي لمحمد عادل او دولا في مركز 3، فبالتالي المنتخب المصري ظهر
ان هو لا ممكن يكسب. يعيب المنتخب المصري السوء استقبال الارسال او الكره الاولى والاعداد النفسي ما كانش على مستوى البطوله او مستوى قوه المنافسه، ان الفريق راهب الموقف. لا انت عندك وعندك امكانيات وعندك لعيبه كويسه، فبالتالي ممكن اللي انت تكسب. طبعا الشوط الثالث المنتخب البرازيلي كشر على انيابه وانهى المباراه لصالحه 3-0، لكن في نظري كان مستوى المنتخب المصري في المباراه الاولى مقبول جدا امام البرازيل وبحكم ان دي المباراه الاولى في البطوله. طيب قبل ما ندخل على مباراه كندا، المباراه الثانيه للمنتخب المصري مع كندا، عايزين نتعرف اولا على ابرز العناصر القويه في المنتخب المصري في الكره الطايره وللمشاهد او الجمهور يحط عينه عليه او يعول عليه وهو بيتابع المباراتين الجايين. اسماء عديده جدا طبعا، على راسهم احمد صلاح يعني افضل ضارب في افريقيا، عبد الله عبد السلام افضل معد في افريقيا، الى جانب محمد عادل واحمد سعيد ودرونجا الليبرو وعبد الحليم عبو وثنائي الشباب هشام عويس وعبد الرحمن سعودي اللي تالقوا، واضافه الى حسام يوسف المعد الاخر، واسماء عديده جدا تشكيله. طبعا بيغيب احمد قطب للاصابه، نتمنى له العوده لان كان اتصاب رباط صليبي مع النادي الاهلي في بطوله افريقيا الاخيره، وبيغيب منعم لعدم اختياره ضمن التشكيل. فبالتالي لا، التشكيله انا شايفها بتجمع بين الخبره والشباب، و يعني الحاجه كويسه جدا في اداء المنتخب المصري وفي قدره كابتن محمد مصلحي على قياده او الكاتشانه جوه المباريات، اللي هو بيعتمد في بعض الاوقات على اللاعبين الشباب واثبتوا نفسهم جدا واثبتوا ان هم قادرين ان هم ينافسوا. يعني لما تلعب هشام عويس تقريبا من افضل لعيبه في بطوله العالم تحت 23 سنه اللي اقيمت في مصر العام الماضي، بتديله الدفعه المعنويه وبتديله واثبت قدرته واحقيته بالتواجد مع المنتخب والمشاركه في المباريات. طيب استاذ شادي، المباراه الثانيه للمنتخب المصري كانت امام كندا وخسرنا برضو في الاشواط الثلاثه 3-0، عايزين نعرف رؤيتك لهذه المباراه مشيت ازاي، ايه اسباب برضو الخساره في هذه المباراه؟ أنا اتكلمت على المباراة دي قبل كده، نتيجة الأشواط هي اللي تعبر عن سير اللقاء وليس النتيجة النهائية للمباراة. بمعنى اللي أنت الشوط الأول خلصان 27-25، المنتخب المصري البداية برضه كان فيها رهبة، لكن الفريق استطاع العودة والتعادل 24-24 وخسر الشوط بفارق نقطتين اللي هم لازمين في حالة التعادل 24-24 لحسم أي شوط. الشوط الثاني مع الأسف المنتخب المصري ظل متقدم وزاد الفارق في بعض الأوقات في المباراة إلى 5 نقاط، لكن عارف لما حضرتك نقدر نقول إيه، اللعيبة مش مصدقة نفسها لا ممكن تكسب. هي دي برضو أحد العيوب. أنت كندا سابع عالم، واخد برونزية الدوري العالمي العام الماضي، الفريق بيدربه المدرب الفرنسي اللي كان قاد بولندا للفوز ببطولة العالم 2014، فبالتالي فريق ليس قوي وليس يستهان، والكيرف بتاعه أو معدل أدائه في السنوات الماضية بيرتفع جدا جدا. فبالتالي المنتخب المصري مع الأسف خسر الشوط الثاني 30-28، الحالة النفسية فكت، اللعيبة فكت، الشوط الثالث حسموا المنتخب الكندي بسهولة. المباراة دي أو مجرد حصولك على شوط كان هيدي دفعة معنوية كبيرة جدا للمنتخب المصري اللي هو كان يقدر ينافس، خاصة لنظام البطولة. الفريق اللي بيخسر 3-0 أو 3-1 ما بياخدش أي شيء من النقاط، الفريق اللي بيخسر أو المباراة لو خلصت 3-2 الفريق الفائز بيحصل على نقطتين والمهزوم بيحصل على نقطة. يعني لو كان في أي مباراة للمنتخب المصري قدر اللي هو يخلص النتيجة 3-2، الحصول على النقطة دي كان ممكن تفرق معاه جدا في الترتيب النهائي للمجموعة قبل مباراتين بتوع الصين وهولندا. طيب مباراة فرنسا الأخيرة اللي لعبها المنتخب امبارح وخسر برضو في الأشواط الثلاثة، المنتخب الفرنسي كان أول أمس أدى مباراة رائعة أمام المنتخب البرازيلي، كان مهزوم 2-0، استطاع العودة في النتيجة 2-2، وفي الشوط الخامس الفاصل خسر 15-12. فبالتالي برضو المنتخب الفرنسي والمنتخبات القوية، هو رابع البطولة النسخة الماضية في 2014 بعد الخسارة على الميدالية البرونزية أمام ألمانيا، فبالتالي برضو المنتخب الفرنسي من المنتخبات القوية. منتخب مصر كان ند للمنتخب الفرنسي من بداية المباراة وفي الشوط الثاني تحديدا، وعدم بعض الأخطاء الفردية وبعض السرحان أو التوهان هو اللي أضاع المباراة من المنتخب المصري. الهزيمة بالثلاث مباريات، أنا شايف أن الأداء المتوسط أو الأداء المنتخب في الثلاث مباريات
مقبول جدا بالنسبة لي، وخير إعداد للمباراتين المهمتين. حضرتك عارف أن دايما في الدورات المجمعة أنت بتبقى متارجت أو محدد أنت عايز إيه من الماتشات عشان تطلع تتأهل للدور التاني. فبالتالي إحنا كده أي حد شاف المجموعة كان حاطط على جنب كده الماتشات برازيل كندا فرنسا، المنتخب يؤدي فيهم بشكل كويس. تمام. طب كده بخسارتنا الثلاث مباريات وقبل لعبنا لمباراة الصين وهولندا، هل كده نقدر نقول ان المنتخب المصري فرصه تضاءلت تماما في التأهل للدور المقبل، ولا لا في إمكانية لتحقيق نتائج طيبة في مباراته أمام الصين ومباراته اللي بعد كده أمام هولندا؟ زي ما أوضحت برضو في الأول، الجدول كان يعني رحيم بالمنتخب المصري. المنتخب المصري كل فريق بياخد راحة يوم. المنتخب المصري بعد ما خاض الثلاث مباريات المفروض بالفعل فالفريق راح اليوم، هيبتدي غدا ان شاء الله عنده ماتش الصين، وبعد غد عنده ماتش هولندا، واتوقع ان شاء الله ان منتخب مصر هيتاهل للدور الثاني. مباراه الصين، المنتخب الهولندي قدر اللي هو يفوز على المنتخب الصيني. المنتخب الصيني ليس بالمنتخب القوي، يعني مش حاجه، مش اقوى منتخبات القاره الصفراء او القاره الاسيويه. المنتخب الايراني هو الاقوى، والمنتخب الكوري الجنوبي اقوى منه. فبالتالي المنتخب الصيني تصنيفه على الرانكينج كده هو بعد المنتخب المصري. المنتخب المصري التصنيف ال 13، المنتخب الصيني التصنيف ال 20. فبالتالي المنتخب المصري فرصته قويه جدا في حاله الفوز ان شاء الله، لكن اتمنى الفوز 3-0 او 3-1، يعني عدم خساره اي نقطه عشان ما تخشش في حسابات مع المنتخب الهولندي، لان المباراه الاخيره ان شاء الله في حال فوز مصر غدا، المباراه الاخيره في المجموعه امام هولندا هتبقى حياه او موت، لان انت في حاله فوزك على الصين وهولندا ان شاء الله هتتاهل للدور الثاني، وده اللي نتمنى له. طب ماذا قوة المنتخب الهولندي برضو على ضوء نتائجه في المباريات السابقة اللي لعبها في نفس البطولة؟ هقول لحضرتك إحصائية واحدة، المنتخب الهولندي عائد للمشاركة بعد 16 عام من الغياب. يعني المنتخب الهولندي آخر مشاركة ليه في بطولة العالم للكرة الطائرة كان عام 2002، منتخب في المتناول، منتخب أوروبي بالفعل، لكن مش من الطراز الرفيع أو مش من الجريت الأول أو التصنيف الأول. هل تصنيفه هو أعلى من مصر ولا؟ لا، أقل من مصر. المنتخب المصري تصنيفه 13، هو بيسبقه بس المنتخبات الكبرى في الكرة الطائرة. ممكن حد يقول برضو نحن برضو مش عايزين نبص للتصنيفات دي، ممكن مش حاجة يبص بالفعل على بالفعل ان اخر يعني تصنيف احنا بنتكلم ان اخر تصنيف كان تم في شهر يوليو 2017. فبالتالي لا، انت بتتكلم في اكتر من سنة. المستويات الغيارة لعبهم في هذه البطولة، هل المنتخب الصيني والمنتخب الهولندي يتخاف منهم؟ لا لا، لان انا بقول لحضرتك. طب ايه الاهم النقاط اللي المفروض المنتخب المصري للكرة الطايرة يركز عليها في الماتشين الجاي؟ ثلاث نقاط، واهمهم الثقه بالنفس وعدم الرهبه في بدايه المباريات. المشكله ان المنتخب المصري بيبتدي الشوط الاول اول 4-5 نقاط بيبتدي كويس جدا، ممكن يصل بالنتيجه للتعادل الى 2-2 3-4 5-5، بعد كده يبتدي الفارق يزيد. الفارق بيزيد بسبب النقطه الثانيه اللي كنت بتكلم عليها، الاستقبال ده، لان هو ده اللي بيديك الفرصه ان انت تبني الهجوم. فبالتالي لو في سوء استقبال بيصعب عليك الموقف جدا، وبيريح الفريق الاخر في الفوز بالنقاط المتتاليه. فبالتالي الثقه بالنفس، الاستقبال، التنوع في التشكيلات الهجوميه، تركيز كامل من ضريبي المنتخب المصري وخاصه احمد صلاح واحمد سعيد وهشام عويس لما بيشارك، السنتر بلوك عبد الحليم عبو وسعودي ومحمد عادل عليهم عامل كبير جدا في الفوز بالنقاط وفي التركيز في حاله البلوك، ان يبقى بناخد الشكل الفني او بنساعد بعض او بنقفل على المهاجم، ما بنديلوش فرصه اللي هو يضرب السبايك بتاعه بصوره قويه. طبعا لا خلاف على عبد الله عبد السلام وقدرته على قياده الفريق في الاعداد، تركيز اكتر من كابتن محمد مصلحي، لان في بعض الاوقات تغيير لاعب بلاعب ممكن لا اما يكسبك ماتش لا اما يخسرك الماتش ويفك الفريق. فبالتالي واتوقع ان شاء الله ان منتخب مصر هيبقى موجود ضمن ال 16 فريق. طب لو احنا ان شاء الله كنا ضمن ال 16 فريق اللي هيصعدوا للدور التالي، هل ادائنا يعني هيكون مشرف برضه ولا هيكون مجرد صعود وبعد كده يعني هنخرج يعني؟ لا، المنتخب المصري ان شاء الله في حاله تاهله الثقه هتبقى زياده جدا عند اللاعبين. انا زي ما بقول لحضرتك احنا محتاجين شوط بس، نكسب شوط. يعني لو احنا في مباراه غدا امام المنتخب الصيني الفريق فاز بالشوط الاول، اتوقع ان هو هينهي المباراه لصالحه ان شاء الله 3-0. فبالتالي هي محتاجه ثقه بس، اول شوط الفريق يكسبه في البطوله هيعود وهيقدم مستوى عالي جدا، والدور الثاني خلاص انت الهدف للمنتخب المصري
التأهل للدور الثاني. تمام. في الدور الثاني انت بتلعب بقى بفحتك خالص، ما فيش ضغوطات، فبالتالي كل لعيب بيطلع افضل ما عنده من غير اي ضغوط. وان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله للمنتخب المصري للكره الطايره في كاس العالم في نسختها الحاليه اللي بتجرى في بلغاريا وايطاليا. استاذ شادي نبيل النقد الرياضي، شرفتنا يا فندم، صباح الخير، وان شاء الله نتابع مع حضرتك باقي المباراه ويكون المنتخب ادى فيها اداء احسن ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فقرات هذا الصباح لسه مستمره معاكم، ولكن بعد متابعه موجز على راس الساعه مع شروة حمدي بعد قليل.